جاك نايف، لازم تكون بتعرف تتقن ركلة ركلة 540. اوكي خليكم عارفين يا معلمين، لو مش بتتقنوا ركلة 540 هتموتوا فطسانين. ماشي طيب، خلينا جدنا شوية جدنا شباب. ركلة ركلة جاك نايف زي ما قلنا من أقوى الركلات ومن ضمن الركلات المفضلة. طبعا بيتقنها مين بقى؟ عندكم بيبقى سكوت أديكنز، بويكا، تونجا، الناس المعروفة عالميا حلو في عالم فوق بطل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وانا كده باشا الحركة الناس بتعرف تعمل 540. طيب هنا بقى انت في ال 540 بتاعتك بحتاج بقى ان انا اركز فيه، ان انا طبعا في ال 540 في رجلي بتنزل اهي ها واحدة حلو نزلت على الارض، الركبة كله بقى في دي، وفي ال 540 كمان في ركلة اسمها اكس كيك. ايه دي؟ كيك. يبقى لازم اكون بتقن 540 وركلة ايه؟ ها اكس كيك، لان اخر جاك نايف هي الاكس كيك دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انت في الشاك نايف محتاج اهم حاجة عندك بقى ركلة كابتن جاك نايف. بسم الله الرحمن الرحيم، الشاك نايف زي ما قلت لازم تكون بتجيب ال 540 ركلة ال 540 يعني باحتراف، الحركة معاك سهلة عشان تعرف تكون الجاك نايف. طيب دلوقتي احنا على الحركة نلعب عليها بطريقة الاحساس الحر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحركة بتعتمد معاك على ايه؟ جامب العالي، اهم حاجة الجامبك يكون عالي في ركلة 500. طب يا كابتن في رجل قدم هتنزل بيها على ركلة 540 اهي، مثلا مثال ده اهي نزلت على الركب بقى كله في الرجل القدم اللي هي ما لمستش الارض، هي دي اللي هتضرب بيها تمام ركلة الاكس كيك. اكس كيك طبعا زي ما قلنا جاك نايف اخرها ركلة ايه؟ اكس كيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي دلوقتي وانا بعمل ركلة 540 اضرب الجاك نايف؟ احنا الحركة هنجيبها مراحل. اول حاجة لما اجي اضرب ركلة ال 540 اخلي جسمي يعني يميل يميل لورا، مثال ذلك قبل ما اضرب ركلة يعني مثلا بميل كده، شايفين بميل بجسمي ازاي؟ يعني مش باجي مستقيم كده، لا قبل ما اضرب تاني 540 قبل ما اعمل 540 ما اجي اضرب الركله ها بميل كده لورا. اوكي طيب هعمل بقى 540 بوريكم الميله، ومع الميله لاحظ ان في جامب يعني واحد ها حط جامب لفوق. اوكي ها ركله 540 اهو، بصوا اهو شايفين الميله دي؟ الميله دي خلت رجلي اللي هي مش هتلمس الارض تقف كده ها. تاني ركله 540 واهم حاجه الجامب بتاعي ايه؟ ها لفوق، اسحب جنب لفوق. اوكي ها تاني اهو اهو شايفين بقى دي ليه؟ دي ما لبستش ارض، اللي هي رجلك سواء الشمال اللي هي رجلك الشمال. اوكي هبدا ان انا اول ما اضرب ال 540 اضرب بالرجل دي كمان، يعني مثلا بصوا اول ما انزل على 540 اضرب بالرجل دي بس ايه بالكعب ها بصوا اهو كده كده انا لسه بعمل ايه؟ باخد الاحساس الحركي بدرب نفسي. لكن الجاك نايف خليك عارف انت بتعمل ال 540 بس ال 540 دي مش هتلمس الارض، دي اللي هتضرب على طول. اوكي تاني يا كابتن هعمل 540 واضرب برجلي ايه؟ الشمال اهو ها اضرب كده. طيب وانت بتعمل بقى 540 حاول تلف نفسك ها بص كده بحيث ان انا وشي يكون كده. اوكي العب على الحركه دي كتير، 540 جامب عالي لفه شديده واضرب برجلي ايه؟ شمال اهو تاني اهي حلو. ادام انت ضربت كده بقت جاك نايف. طيب هبدا بقى، يبقى انا دلوقتي كل تركيز احس الحركي ان انا هضرب برجلي دي، هعمل 540 اوكي واضرب برجلي ايه ديت. طيب هنا بقى يبدا تركيزي يزيد، واني انا ما انزلش على 540 ما انزلش على رجلي اللي هضرب بيها، لا هضرب بدي على طول. هل ها بص كده ها ازود اللفه تاني ها بصوا ها ركزتوا
يعني خلي كل تركيزي بقى مش دي اللي هتضرب يعني مش هنزل بقى مش هنزل كده لا هزود اللفه شديده اوكي واضرب بالركله دي واضرب برجلي ايه الشمال ها اهو بص كده واحده بالراحه لفه شديده معلم اهو دي اللي ضربت ها اقوى لفوق كيش جاك نايف حلو يبقى تاني يا كابتن ركلة اول حاجه 540 واضرب برجلي الشمال اهو واضرب كده تمام بعدين سرع اللفه اهو عشان وشي يكون كده وركز انا اضرب بدي بالكعب بعدين مع الجنب العالي وما انساش طبعا الميله ها مع الجنب العالي جدا وانا بلف ها ضارب برجلي شمال ما اعملش بقى 540 لا يعني هضرب ال 540 بس ايه مش هنزل على دي لا هنزل على رجلي اوكي هي دي اللي هضرب بيها اهو ها اوكي هل لو كل تركيزي في الاخر زي ما قلت مش هضرب رجلي كده همشيها عادي همشيها عادي تروح 540 عادي بس هضرب بقى انهي رجلي دي اللي هي الشمال ها هو داخل بره اوكي ركله جاك نايف من اقوى الركلات من ضمن الركلات المفضله اللي جايه حركه هتاخد معاك وقت شويه بتحتاج منك تدريب كتير لازم اكون بتقن 65 540 اكس كيك حلو الركله تدريب مستمر تمرن في مكان امن يا رب يكون عجبكم وافادكم لاو لاو لاو